يا صباح الفل يا مسهل الحال يا رب. عايزين ندخل في الموضوع على طول عشان مفيش وقت عشان صلاة الفجر. طيب نبدأ ونقول يا صباح الفل والياسمين على أجمل وأحلى متابعين في الدنيا، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم خالد عبد الله في فيديو جديد وفيديو رايق كالعادة. النهاردة ان شاء الله هنتعرف على تطبيق جديد للربح من الانترنت عن طريق تجميع النقاط من مشاهدة الإعلانات، لعب ألعاب بسيطة زي XO الكلمات المتقاطعة، حل مسائل رياضية بسيطة. التطبيق حلو وكمان باللغة العربية، والتطبيق لسه جديد مش بقاله شهرين تقريبا حاجة زي كده، ولكن ارجع واكد عليك النوع ده من التطبيقات للأسف مش بيكسبك فلوس كتير، هو مبرمج ان يكسبك مبالغ بسيطة، يعني ممكن تكسب شحن بابجي، شحن رصيد، شحن فري فاير، بطاقات امازون $5، مبالغ بسيطة كده، لكن النوع ده مش بيكسبك فلوس كتير للامانة. ولكن لو انت عايز طرق تكسب بيها، يبقى عندك بزنس على النت مثلا وتكسب مبالغ محترمة كل شهر، عندك البلاي ليست بتاعت الربح من الانترنت في القناة، ارجع لها وهتلاقي عندك فيديوهات كتير بتتكلم عن انواع كتير من الربح من النت زي التسويق بالعمولة، انك يكون عندك موقع الكتروني، انا شرح حاجات كتير جدا، فارجع لها. وقبل ما ابدا حلقة النهاردة يا ريت ما تنسانيش باللايك الجامد، السبسكرايب الاجمد، الكومنت الحلو، صلى على سيدنا محمد لانه هيكون شفيع وشفاك يوم القيامة، ويلا بينا نبدا حلقة النهاردة. وكالعادة شباب اول حاجة بنعملها بنروح على جوجل بلاي، وتيجي معايا في خانة البحث هتكتب العب واكسب بالشكل ده، وتنزل تحت شوية هتلاقي التطبيق ولوجو التطبيق زي ما انتم شايفين كده مكتوب العب واكسب ودايرة باللون اللبني. ننزل مع بعض نشوف تقييم التطبيق، وتقييم التطبيق هنا 3.9 زي ما انتم شايفين، واللي عامل له مراجعة 381، وعدد التحميلات 1000 تحميل لان التطبيق لسه جديد زي ما انا قلت لك. ننزل تحت نشوف تعليقات الناس. اول تعليق مديله 5 نجوم وبيقول مع الشعب، تاني تعليق بيقول ارجوكم رجعوا جوار فري فاير، تالت تعليق بيقول جميل جدا، واحد بيقول السحب بطيء، واحد بيقول تحت التجربة، واحد بيقول التطبيق فيه مشكلة، واحد كاتب هنا افضل تطبيق. المهم تعليقات الناس كلها بتقول ان التطبيق كويس. نطلع فوق نعمل التطبيق انستول ونضغط على كلمة فتح. بعد كده التطبيق يفتح معاك بواجهة تسجيل الدخول، وما عندكش غير طريقة واحدة عشان تسجل الدخول وهي عن طريق جوجل، هتضغط معايا على تسجيل الدخول باستخدام جوجل، وبعد كده تختار حساب من حساباتك، وبكده تكون انت عملت حساب في التطبيق ومش محتاج تعمل اي حاجة تانية. دلوقتي تقدر تجمع نقاط وتستبدلها بهدايا. عندنا كذا طريقة عشان تجمع نقاط. الطريقة الاولى ودي بتكون مكافأة يومية، عندي هنا 20 جوهرة كده بشكل مجاني، هضغط على كلمة جمع وخلاص كده انا جمعت ال20 بتوعي، كل يوم بقى بتزيد المكافآت. تاني طريقة عندي عشان اجمع نقاط وهي عن طريق مشاهدة الاعلانات، كل اعلان بشوفه باخد 10 جواهر، اضغط على كلمة جمع بالشكل ده هيبدأ يفتح معايا اعلان زي ما انتم شايفين، استنى شويه لحد ما يجي لي علامه الاكس هنا، افضل مستني العلامه جات اضغط على علامه الاكس انا خدت 10 نقاط. الطريقه اللي بعد كده لتجميع نقاط من التطبيق هي عن طريق الاجابه على اسئله رياضيه، هتضغط معايا على كلمه العب بالشكل ده هيفتح معاك الصفحه دي، وهنا بيقول لك عندك نوعين من الاسئله الجمع والطرح، لو انت جاوبت على 25 نقطه صح هتاخد 25 جوهره. اخر طريقتين لتجميع نقاط من التطبيق عن طريق لعبه اكس او، عن طريق حل الكلمات المتقاطعه بس مش كاتبين انت بتاخد قد ايه كل ما تكسب. تاني اوبشن تحت حاجه اسمها لعبه، اضغط عليها هيجيب لك الصفحه دي، هنا انت بتلف ب 50 عمله معدنيه والرقم اللي بتقف ليه انت بتكسبه عجلة حظ، يعني خلينا كده نلف ب 50 قطعة، وزي ما انتم شايفين كسبت 50. الاوبشن اللي بعد كده اسمه استبدال، وهنا تقدر تستبدل النقاط بتاعتك، على سبيل المثال انت لو جمعت 1200 نقطة هتاخد 60 يو سي في لعبة ببجي، عندك جوار فري فاير، بطاقات امازون ب $5، بطاقات بلاي ستيشن، وكل شوية بيضيفوا طريقة شحن جديدة. وعلى سبيل المثال مثلا انت لو جمعت 1200 نقطة ممكن تاخد 60 يو سي، جمع ال 1200 نقطة واضغط هنا وهتحول في خانة الطلبات، ولما الطلب يتاكتف هيتبعت لك البرومو كود في الخانة بتاعة الطلبات. ولحد كده نكون خلصنا شرح التطبيق بتاع النهارده، والتطبيق سهل وبسيط زي ما شفتوا، الواجهه بسيطه كده ولذيذه واي حد يقدر يشتغل عليه. ايه عيوب التطبيق؟ عيوب التطبيق ان ما فيهوش سحب عن طريق فودافون كاش، اتمنى من مطور التطبيق انه يضيف السحب عن طريق فودافون كاش، غير كده التطبيق رايق جدا وبسيط واي حد يقدر يشتغل عليه. لحد كده يكون فيديو النهارده خلص، لو الفيديو عجبك انت عارف هتعمل ايه، لايك سبسكرايب كومنت حلو، ادعي لي دعوه حلوه من كل قلبك، اشوفكم في فيديو جديد، صباح الفل.